2024. هو هذا التمرين جاء يعني لاحق لصدور الأمر الرئاسي في أبريل 2024، لطالما انتظرناه، وهو الإطار القانوني يعني الوطني الذي جاء تكريسا لما كان موجودا على مستوى النصوص والاتفاقات الدولية وحتى النصوص الوطنية لتوضيح الإطار القانوني لعملية البحث والإنقاذ البحريين. فيعني التشريع الوطني اليوم هو يستجيب لهذه التعهدات الدولية ويتهيأ لمراجعة دورية إلزامية إن شاء الله ستكون في فيفري 2025. فكان ولابد من صدور هذا القانون للتعريف بأن لنا إطار قانوني ولنا جهة وهي المصلحة الوطنية لخفر السواحل، هي المكلفة والمتعاهدة وهي الممثلة والسلطة البحرية التي اعترف بها القانون الوطني والدولي، وستضبط من خلال ما تضمنه هذا الأمر مختلف المحطات، من ذلك يعني إحداث مركز تنسيق والذي هو في حد ذاته يتضمن خلية تنسيقية بين كل الأطراف المتداخلة، هو في الحقيقة يعني جيش البحر من خلال مصلحة المصلحة الوطنية لخفر السواحل، لا يحتكروا هذا المجال يعني إلا على مستوى القانوني وعلى مستوى المسؤولية، ولكن بالتنسيق يعني ويؤمن تنسيق كل المتدخلين من كل الجهات، من وزارة الداخلية، وزارة المالية يعني ممثلة في الديوانة، وزارة الفلاحة، وزارة النقل، كل الأطراف موجودة يعني هنا ونرحبوا بها، يعني هي اليوم تشاركنا في هذا اليوم يعني تتويج التمرين البحري. فإن شاء الله يعني التمرين هذا هو فيه نوع من الاختبار، يعني فيه تقييم ذاتي وفيه يعني رفع درجة الوعي بقيمة عمليات البحث والإنقاذ اللي هي فيها مهام إنسانية يعني بالأساس، وذلك علاش يعني هي مرتبطة بالاتفاقيات الدولية.